الحمد لله رب العالمين، وصلنا أخيرا إلى مطار القاهرة، وكان في انتظاري الأخ الزميل العزيز محمد فيومي بالفيوم، وراح يأخذني الحين إلى مدينة أو إلى منطقة تونس. صح؟ تونس. تونس في الفيوم. الطريق إلى هناك 160 كيلو تقريبا، يحتاج لنا ساعتين أو أقل. ساعتين. طبعا محمد راح يقول لنا عن الفيوم. هو من مواليد الفيوم صح؟ مدرسة الفخار على طول. كم مدرسة الفخار عايش؟ عايش مع الفخار والطين فان شاء الله باذن الله راح نستمتع. الدنيا احلى وتفعني والفرحة والفرحة بترقص حواليا، يا اهل الفيوم ردوا عليا ردوا عليا. وصلنا اخيرا الى قرية تونس، الى المكان المخصص للإقامة، بعد طريق طويل من المطار تقريبا 3 ساعات ونص، الى ان وصلنا الى قرية تونس الجميلة المميزة. وهذا هو مكان الإقامة اللي راح اكون لي انا وراح اقضي في هذا المكان طبعا فترة 10 ايام. يا اللي الفيوم ردوا عليا.